يمتلك كل إنسان أحلاما وأهدافا كثيرة في الحياة ويسعى لتحقيقها بكل قوته، ولكن لكي يستطيع تحقيقها يجب عليه أن يمتلك إرادة حقيقية تدفعه نحو تحقيق هدفه، كما يجب أن يسعى لاستغلال قوته الذاتية وأن يثق بقدراته وبما يستطيع تحقيقه لكي يصل للنتائج التي ترضيه في النهاية. ضيفنا اليوم هو نجم كرة السلة للكراسي المتحركة في نادي المعاقين الرياضي ولاعب تنس الطاولة الذي بدأ مشواره حديثا ولكنه حقق البطولات وكتب اسمه في سجلات الأبطال. ضيفنا اليوم حسين البناي، شاب يستحق أن تروى قصته لتكون نبراسا وقدوة للشباب من ذوي الهمة والإرادة. معاكم حسين البناي من نادي الإرادة، وأنا لاعب تنس طاولة وكرة سلة. أنا والله دخلت من تشجيع من الربع وأقعد معاهم ويلا ودخلت، والله صار لي حاليا 6 سنين بالنادي، وإن شاء الله عندي بطولة شهر 11 إن شاء الله أحقق فيها مركز بإذن الله. هي هواية وهي تحقيق، وأنا يعني ودي أني أحقق إنجازات وأرفع رأس الكويت فيها وأوريها حق الأجيال القادمة وأشجعهم، الوالد والوالدة هم اللي شجعوني والربع يعني أشكرهم جزيل الشكر إن هم شجعوني وخلوني أوصل حق إنجازات كنت أحلم فيها. لا تدع الصعوبات تقلقك، فقضيتك عظيمة جدا لدرجة أن نقاط ضعفك لا تستطيع تدميرها. تعلم أن تبني سلما من الأحجار التي تعثرت فيها، تقدم ببطء لكن لا ترجع للخلف إطلاقا. الحمد لله يعني ما واجهت صعوبة، الأمور كلها سهالات، شيء أشياء بسيطة يعني وتجاوزتها والحمد لله. البطولات اللي شاركت فيها بطولة غرب آسيا حققت المركز الثاني، والبطولة الثانية كرة السلة حققنا فيها المركز الأول والحمد لله. بطولة السلة اللي راح تكون مقامة بالبحرين وإن شاء الله نرفع راس الكويت ونحقق مركز. بخصوص تنس الطاولة كنت ألعبها بالبيت، ألعبها بالمدرسة، كانت فيها بطولات وأنجزت وشفت أني ماشي فيها وقاعد أنجز، وشفت تشجيع من الشباب قالوا لي أن في نادي وشجعوني والله أني أروح النادي، ورحت وأنجزت بطولات وكل ما مستواي يرتفع أكثر وأكثر، وإن شاء الله في بطولة قادمة وإن شاء الله أنجز فيها وحقق مركز حلو.
تنتظر تغير الأحوال لتتصرف. أنت من يستطيع التغيير بوعيك إن حضرت بداخلك طاقة الهمة والإرادة لذلك. الوعي باب مفتوح دائما يقول لك تقدم وابدأ التغيير من الداخل. النادي شفت اهتمام من طبعا من الإدارة من الكابتن، وشفت تشجيع وايد كبير، وتعمقت باللعبة ورحت بطولات وحققت مراكز. حققت أول بطولة لي بالإمارات، بطولة غرب آسيا، حققت فيها المركز الثاني. دخولي بمجال كرة السلة أنا كنت حاب إني أجربها، وهم شفت ربعي يلعبونها وقلت أجربها. ومش يعني لعبة اجتماعية، فيها احتكاك بين الربع، فيها تكسب أخوة، تكسب أصدقاء. واجهت صعوبة في كرة السلة، ومن ناحية التمرين، من ناحية الحركة بالملعب، بس الحمد لله مع الاستمرار والتمرين تجاوزت هذه الأشياء والحمد لله. أول بطولة لي بالسلة كانت في الإمارات، بطولة هزاع، حققنا المركز الأول والحمد لله. يعني كنت أنا أواجه صعوبات والحمد لله أني تجاوزتها، كوني كأول مرة أشارك معاهم والحمد لله. الوالدة الله يحفظها هي اللي شجعتني وأصرت أني أدخل النادي، وبأي بطولة بأي إنجاز أحققه هي تكون أول شخص قدامي، وأشكرها جزيل الشكر ويعطيها ألف عافية. أوجه رسالة لذوي الهمم أن يزورون النادي ويشوفون الألعاب ويشوفون شنو هم ينتمون له.